مشاهدينا، الحديث عن العام الدراسي، حديث يشوبه الكثير من توفر الإجلاس وأيضا من سلامة الطلاب والكتب ومشاكل البلد الاقتصادية التي تنعكس على الأسر كمان. نرحب صباحا بالأستاذ ياسين إبراهيم الترابي، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، للحديث عن العام الدراسي ومدى الاستعداد له. أهلا وسهلا، صباح الخير. الحديث عن آخر استعدادات العام الدراسي، ونسعد بالعودة عن قناة الشروق وإعادة نفس القوة وأمتع إبداعا بعد توقف قصري، يعني معروف للجميع. أهلا بك، نحن سعداء أنك تكون معنا صباحا. قبل ما ندخل في تفاصيل مختلفة بتخص أيضا حال المواطن والبلد وتبعات الحالة الاقتصادية وانعكاسها على الطلاب وعلى الأسر، مدى استعداداتكم أنتم في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي اللي حينطلق؟ طبعا كان قد حددت تاريخ 18/9 بداية للعام الدراسي، وإلى حين ذلك التاريخ السابق كانت استعدادات وزارة التربية يعني تشارف أو تبلغ 70%. وبعد تأجيل المدارس يعني حقيقة يعني ظلت الجهود تبذل والخطى تحث والاستعدادات تجري على قدم وساق، ونحن الحمد لله بلغنا يعني أكثر من 90% من الاستعدادات في كافة مراحل و أركان العملية التعليمية. أبرز الاستعدادات شنو يعني؟ ناس كانت بتعاني أول حاجة من الزمن، توقيت الدراسة نفسه كان فيه يعني ربك كذا، الاستعدادات دي الأولوية شنو يعني فيها يعني؟ طبعاً التأجيل كان بسبب آثار الأمطار والسيول في بعض الولايات، ونحن في الخرطوم ما تأثرنا كثير الحمد لله، يعني كان التأثير جزئي، والحمد لله تمت المعاليات من خلال إدارة الهندسية بالولاية الوزارة، ومن خلال جهود المجالس التربوية أو الأمور كلهم ساهموا في إعداد المدارس من ناحية الصيانة ومعالجة كل الآثار اللي خلفها فصل الخريف. أبرز الاستعدادات شنو يعني؟ مثلا توفير الإجلاس، توفير الكتب، تدريب المعلمين. بالنسبة للإجلاس نحن عقدنا مع شركة دياد ودفعنا كامل الإجلاس، وحتى تاريخ 18/9 وصل 60% من وحدات الإجلاس لمرحلة الأساس والثانوي، والآن إن شاء الله حتكتمل هذه النسبة، والحمد لله تم تركيبها في المحليات ووزعت على المدارس حسب التوجيهات التي صدرت لهم في الفترة الماضية، وفقط يعني التأخير كان من الشركة المصنعة للإجلاس. الشيء الثاني يعني من الأشياء الطيبة أن وزارة التربية والتعليم كونت 3 أتيام من مدرسة درمان الصناعية فيها يعني عمال فنيين الآن بصينوا في الإجلاس الذي يحتاج إجلاس الاسكراب والله غير الذي يحتاج للصيانة باللحام والتهية، وده الآن الثلاثة أيام دي أتيام الفرق من مدرسة درمان الصناعية شغالة في كرري ومبدأ وشرقني بالصين في كل الإجلاس الحاصل، ونحن نتوقع أنه في بعض المحليات توفر إجلاسة بعد الصيانة ويمكن أن نرفض به بقية المحليات إن شاء الله. طيب التعامل كيف برضو في الجانب ده بالذات؟ مرات في مدارس ما بكون فيها حصر معين للإجلاس، فبيكون في جهد إضافي يعني من الأهالي من المواطنين برضو عشان مسيرة العملية التعليمية تستمر يعني أو الفصل الدراسي. إدارة الإحصاء طبعا حصرت كل الإجلاس، وطبعا الإجلاس جاء من جهات وزيع توزيع عادل على المدارس المحتاجة، والشيء الثاني الإجلاس الموجود في المدارس اللي يحتاج الصيانة كما ذكرت لك في أتيام فرغ الآن بالصين فيه وتلحموا تهيئوا صورة جميلة إن شاء الله، فموقف الإجلاس مطمئن جدا جدا والحمد لله جهود وافرة وكل الأمور رتبت في هذا الرمشاء إن شاء الله. نتمنى أنه زي ما ذكرت أنه التوزيع يكون عادل لكل المدارس، يعني ده جهدكم أنت ده أبدع عليهم. طيب نتكلم عن جانب مهم، بدأ العام الدراسي السابق كان في مشكلة كبيرة بتاعت الكتابة المدرسة وتوفيره بالذات في إدخال لمراحل دراسية كانت المتوسطة والابتدائي يعني، فكيف حتقدروا تعادلوا الحاجة دي؟ هل الكتب كلها مطبوعة جاهزة بتوزع للمدارس زي ما ذكرت يعني؟ هل حتكون بالتساوي؟ بالنسبة لتوفير الكتب والكتابة المدرسية حسب ما أرد، بالنسبة لمرحلة الأساس طبعاً مرحلة الأساس يعني تلتزم بتوفير الكتب والمناهج والمقررات الدراسية وزارة التربية والتعليم الاتحادية، والحمد لله عبر مشروع تقوية تعليم الأساس لإدارة مفصلة هي اللي ساهمت في توفير 11 مليون كتاب للصف الثاني من الصف الثاني للصف الخامس، والآن وزعت في كل الولايات هذه الكتب من ثاني إلى خامسة، 11 مليون كتاب طبعت في الهند ووصلت السودان ووزعت في كل الأقاليم وكل الولايات بما فيها ولاية الخرطوم،
ومن هنا نحيي يعني الأستاذ هاشم حمزة مدير إدارة مشروع تقوية التعليم الأساس في السودان، رجل مجتهد جدا في الأمر ده. ومن هنا أنا أريد أن أبعث برسالة للشراكة الدولية اللي بتدعم التعليم في كل الدول. فهي كان بدأت ما يعرف بالمنحة المدرسية. المنحة دي كان قبل العام القبل اللي فاتت أدوا أي طالب 2 دولار. ويعني عدد الطلاب والتلاميذ في كل مدرسة بيحسب بالسعر الجاري للدولار، ودون الجودي عشان يعني يستعينوا بها في تسيير المدارس وفي يعني صيانتها وفي توفير المياه والكهرباء وغيرها من الاشياء المحتاجه للمدارس. هذا المشروع توقف للاسف الشديد في العام الفات بسبب التداعيات السياسيه، وهذا امر احنا اسفنا له كثيرا. يعني ما هو فرض يعني تحدد او تربط الدعومات الدوليه للتعليم بالانظمه الحاكمه اصلا، والامر ده موجود عندنا بلا. احنا يعني الدول كلها فيها انظمه مختلفه، سواء كان نظام مدني او نظام عسكري. ف المصيبه حقتنا الكبرى انه نحن من بني جلدتنا من يساهم في ذلك. طيب استاذ ياسين، يعني دعني اتكلم اكثر في النقطه دي. يعني معليش، يعني هسه في دول يعني معارضه لانظمه سياسيه في بلداننا، مش كده؟ ما بتمشي الشركات الدوليه تقول لهم وقفوا هذه الدعومات. يستمر الدعم الخارجي، يعني كيف المحاوره يستمر الدعم الخارجي للتعليم وللجوانب الحيويه، الصحه والتعليم في موقيته لا يتاثر بالحاله السياسيه والمزاج العام السياسي في البلد. دي نقطه تاثر في النظام الحاكم. يعني مثلا اذا كان عسكري او مدني، لانه ده خدمه مجتمعيه انت بتستهدف بها اطفال محتاجين للتعليم. ما انه علاقه اذا كان نظام مدني او عسكري. بس لا تنقطع يعني استاذ ياسين. يعني تكلمنا عن قلت ما يعني شركات لا تربط ولا تنقطع. ولا تنقطع، هي تربط مقطوعه. صحيح، العمليه مستمره. استاذ ياسين، احنا تكلمنا عن الاستعدادات العامه، وقلت الاستعدادات جيده لحد كبير جدا. تكلمنا عن الاجلاس وتوفر الاجلاس مع الشركات الدعم برضه. نتكلم عن المعلم وتوفير وتوزيع المعلمين، خاصه في مناهج جديده محتاجه تدريب، محتاجه تاهيل برضه للمعلمين. فكيف برضه بتقدروا تغطوا الحاجه دي في ولايه الخرطوم؟ طيب نحن طبعا ما كملنا الحديث عن الكتاب المدرسي. نحن تحدثنا عن الكتاب المدرسي في محاضره الاساس فقط. قلنا دي يعني وفرتها ما يعرف بمشروع تقوية التعليم الاساس بوزاره التربيه والتعليم التحدي. فضل المرحله الثانويه. المرحله الثانويه الحمد لله يعني كان النقص البارز في كتب العلوم في الصف الثالث العلمي، واللي هو الاحياء والكيمياء والفيزياء. دي طبعت من كل نسخة 20,000، الآن جاهزة للتوزيع وصلت تقريبا المحليات. بالنسبة لبعض الفصول مبلغ مطمئن، لأنه الشركة المطبعة العام الماضي جابت الكتب في آخر العام، وبالتالي ظل عندنا احتياطي موجود. الأمر الثالث المختص بالكتاب المدرسي أنه صدر توجيه لإدارة المدارس أنه أي طالب في المرحلة الثانوية ما أخلى طرفه من الكتب في العام السابق ما يدوا كتاب، اللي هو تسليم الكتاب نهايه العام الدراسي. ايوه، يعني اي طالب ما اخلى طرفه، عشان احنا الولد ده يحافظوا على الكتاب محافظه جيده عشان يسلموه، عشان يعني زملائهم الاخرين يستفيدوا منه. قدموا الكتاب في المرحله الثانويه. يعني هسه في المرحله الثانويه حتكون الكتب كلها موفره من بدايه العام. نعم. الدراسي. نعم. يعني ما حننتظر في نص العام الدراسي او نهايه العام الدراسي. نعم. الان طبعنا، وحتى العلوم الاسريه ايضا الان المطبعه وجهت انه تطبع العلوم الاسريه. فده العجز اللي احنا من خلال احصاءات وتقارير جات انه في عجز في كتب العلوم في الصف الثالث العلمي، وطبعت 20 نسخه من الاحياء والفيزياء والكيمياء والجعل. بالنسبه للفصول الثانيه الموقف مطمئن كما ذكرت لك بالاحتياطي الموجود من العام السابق ومن التوجيه الصدر، لانه ده بيخلي الطالب اكثر حرص يجيب الكتاب. طيب استاذ ياسين، احنا المساحه دي على الهواء عايزين بس نور بال المشاهدين اللي بيتابعونا والاسر اللي هي حريصه على استمرار العام الدراسي، ما يشوبوا او ما يحصل فيه كثير من الاختلالات، يعني زي ما حدث في الاعوام السابقه. نعم. احنا وقفنا في جينا محور التعليم، لكن انت اصريت انه تواصل في المرحله الثانويه. تقييم موقف المعلمين كيف؟ هل برضه مطمئن توزيعهم برضه بالنسبه للمرحله الدراسيه وللمناهج اللي حصلت جديده يعني؟ طبعا منذ العام 2017 حتى هذا العام لم يتم تعيين معلم واحد 3 سنوات، وبالتالي يعني ضاع
والله في عيب كبير جدا. ليه ما تم التوظيف يعني؟ ما ادري والله، طبعا انت عارف حال البلد، الظروف السياسيه، الاحوال الامنيه. التوظيف يعني مرتبط بالجو الجو العام يعني، المشهد السوداني السياسي. المهم يعني لاول مره الان تعلم الخرطوم عن توظيف او تعيين معلمين في نقص اكثر من 8000 بولايه الخرطوم، اكثر من 7000 في الاساس واكثر من 1500 في الثانوي. الان في اجراءات يعني في الطريق عشان نعين هؤلاء المعلمين يصدروا النفط والعجل الحاصل في ولاية الخرطوم. و المعالجه كيف؟ يعني معالجه النقص ده يعني في مواد، في مواد بتدرس، انا اعتذر منك يا استاذ ابراهيم ياسين، في مواد بتدرس ومواد ادخلت جديده، هل بيتم تدريب المعلم نفسه اللي بيدرس مناهج متعدده يعني يدرس الماده الجديده نفسها، ولا بتستعينوا بمتعاونين يعني من طبعا طبعا الان اداره التدريب بالوزاره يعني عقدت 4 دورات. كان قبل اسبوع عملت دوره في القياده الاستراتيجيه للادارات ودربت 40 مدير مدرسه ثانويه ايضا في القياده الاداره التربويه، والان هي بتعد العده لاضخم عمليه تدريب ب 700 مدير مدرسه خاصه الجدد منهم اللي حيدربون ان شاء الله في الفتره الجايه دي، وبعدها بننطلق لتدريب المعلمين في المواد الاساسيه وغيرها من المواد. وكما ذكرت انت نفسي اصلا حاصل في الاطراف في الريف في الارياف، يعني ما في المركز هنا، المركز يعني نوعا ما لكن في الارياف كثير، عشان كده في توجيه الان من والي الخرطوم انه يعني الاولويه لابناء الريف في التوظيف في التعليم. يعني التعيينات الجديده دي ما تتم في المركز، تتم في هي في المركز فيه، لكن الاولويه لنا الريف. يعني اي خريج في غريه من الغوره محتاج، المدرسه محتاجه معلمين، الاولويه ان شاء الله يعين طوالي، لانه هو ده بيحدث لك استقرار للمدرسه لانه ده المنطقه نفسه. والحمد لله طبعا حنستعين برضه اذا كان في ناس ب يعني خريجي كليه التربيه اللي بيعملوا حاجه اسمها التربيه العمليه، وايضا الخدمه الوطنيه برضه بيجيبوا لنا عدد من الناس يعني شنو المعلمين كانوا يقضوا خدمه وطنيه في المدارس. فده الموقف بالنسبه لشنو؟ لتوفير المعلمين في المدارس في مختلف التخصصات والمناهج ان شاء الله. ما في ضغط على المعلمين يعني في المناهج، يعني في معلم يدرس كذا ماده لانه ما في معلم؟ لا ما في كلام، ما في خاصه في المرحله المتوسطه ودي مرحله جديده. المرحله المتوسطه والمرحله الثانويه دي يعني يقتصر فيها على التخصص، يعني تدرس ماده الرياضيات تدرس الرياضيات بس. طيب استاذ ياسين في حاجه يعني الأسر كلها متفائلة كانت في العام السابق، نحن بس بنطمئن لأنه كثير من الأسئلة اللي بتجول في أذهان المشاهدين. العام السابق ما كان في تهيئة نفسية حتى بالنسبة للطلاب يدخلوا مرحلة دراسية جديدة، في مدارس بدأت المرحلة الابتدائية، في ناس مواصلين بالأساس وكذا يعني. فكيف برضو بتقدروا إنه توفروا الجو النفسي تدخل الطلاب في مرحلة جديدة منفصلة عن المرحلة اللي بعديها يعني؟ سؤال جميل جدا، سؤال طيب يعني. وفعلا يعني لتداعيات كثيره، يعني كما ذكرت انه المرحله المتوسطه يعني كل ذات ظروف غير مؤاتيه فعلا وما دارت اثارها معنا. وان شاء الله في الحلقه القادمه كما انا بعثت مدير البرنامج انه حجيب لهم مدير اداره المرحله المتوسطه عشان يدوكم معلومات تفصيليه عن شنو؟ عن الاستعدادات وعن التهيئه النفسيه دي. انت بالجو العام بالنظره العامه بزاويه شوفك انت كمدير العلاقات العامه والاعلام، بتشوف انه في تهيئة نفسية يعني الطلاب مستعدين على حسب العام السابق انه خرطوا خلاص في المرحلة دي؟ نعم، في العام ده التهيئة النفسية أكثر من العام الفاضي فعلا، يعني في تحصيل كويس يعني على عكس العام السابق يعني. إن شاء الله نحن متفائلين كما ذكرت أنه نحن يعني بعد الجهود اللي بذلت والترتيبات اللي وضعت أنه العام الدراسي ده الجاي نعمله أميز الأعوام الدراسية إن شاء الله بحكم الجهود الموجودة إن شاء الله. حال البلد مرتبط بكل التفاصيل يعني الحياتية، منها الرسوم الدراسية، ناس بتشكو من مضاعفة الرسوم الدراسية لأنه دخل الفرد أو الأسرة ما بيكفي لاحتياجات كثيرة جدا، بنتوا كيف موضوع الرسوم ده؟ يعني معلوم لدى الناس يعني ومحصور ومضبوط؟ كما ذكرت أن الظرف الاقتصادي العام في السودان تأثر به التعليم تلقائيا يعني. الان ما في حاجه اسمها رسوم في المدارس، في حاجه اسمها مساهمات المدارس التربويه، مساهمات اولياء الامور اللي هو ده تعاون طيب بينه وبين منه؟ بين اداره المدارس بعنوان في انه تسير المدارس وتهيئ الاجواء، تغطيه البيئه، تحسينها لكلها. ده بالنسبه للمدارس الحكوميه. الحكوميه بالنسبه للمدارس الحكوميه.
الحكومية. أنا مدير الحكومية. بالنسبة للمدارس الخاصة كأنك تعنيها، ديال عندها برضو يعني قضايا كبيرة وقانون بيحكم هذا الأمر يعني. طيب سمعنا كثير تبادرت في الأذهان الناس والأسر ومنصات التواصل الاجتماعي أن توفر الوجبة المدرسية من قبل المدارس يعني. فموقف الوجبة المدرسية هل بدعم إضافي من الأسر ولا هو برضو للمدرسة يعني من المدرسة نفسها؟ طبعا الوجبة المدرسية يعني بيستهدف بها الطالب المحتاج الفقير يعني. والحمد لله الآن في منظمات خيرية وطوعية يعني بادرت بتوفير هذه الوجبة. وقبلها كان في يعني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزع 500 حقيبة، وغير من الائتلاف السوداني أيضا، منظمة الائتلاف السوداني لتعليم الجميع أيضا منظمة عندها علاقات دولية بطريقة خاصة، وبرضه يعني وزعوا إجلاس وفي 700 وحدة إجلاس. فالحمد لله في شراكات ذكية بين التعليم بين وزارة التربية والتعليم وبعض المنظمات الدولية زي اليونيسيف زي اليونسكو والطوعية الداخلية، دي كلها بتصب في شنو؟ توفير الوجبة كما ذكرت، توفير الحقيبة، إعانة التلميذ الفقير إن شاء الله. ده وقفنا في نقطة مهمة يعني، هل أنتم عندكم برضه تواصل مع الأسر بتحصروا الطلاب مثلا الأسر المتعففة المحتاجة لدعم إضافي؟ نعم. من المدرسة أو من الدعم؟ نعم، ده دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس ومدير المدرسة ومنظمة أدرى بطلابه وبأحوال أسرهم وبظروف يعني آبائهم، والكلام ده كله محصور ومعروف إن شاء الله. وزي ما قلت لك أنه حركة الوسط الطيبة بين المجالس التربوية وآباء الطلاب ده اللي بيعين المدرسة ويجعلها أكثر استقرار إن شاء الله. شوف أنت بزاوية شوفك يعني الجو العام يعني، هل أثر برضه على التحصيل الأكاديمي للطالب ولا الطالب يفصل نفسه من المزايا العام؟ لأنه شفنا كثير من الطلبة في وقت الأزمات في السودان تلقاهم في الصفوف، تلقاهم موجودين في الأفران، موجودين في كل مكان لساعات متأخرة من الليل. الحاجة دي أثرت حتى في نشاطهم ولا شايفين في فصل تام من المدرسة؟ طبعا يعني شيء طبيعي جدا أنه يتأثر التعليم والمدارس والطلاب بالأجواء العامة أيا كانت نوعا سلبا أو إيجابا. فنحن الآن يعني تهيئتنا للعام الدراسي القادم أفضل مما كان، والظروف تحسنت، ما في صفوف عيش كما ذكرت، الله يتوفر. الآن شركة المواصلات في الخرطوم أيضا يعني وفرت 30 بص، وحتكون في زيادة لترحيل الطلاب في العام اللي حيبدأ يوم الأحد إن شاء الله. فيعني في استعداد طيبة بتخلي العام الجديد ده يكون أفضل من ملاحظاتك بتاعت العام الماضي. بس نعم إن شاء الله. طيب لو في نقطة مهمة في نفس الجانب يعني جانب المواصلات، طبعا لما بداية العام الدراسي او عموما في بداية الاسبوع تضاد كبير جدا بالنسبة للسائقي المركبات العامة والخاصة او كده، فكيف بتتعاملوا برضو مع هيئة المواصلات يعني؟ هل في مناطق معينة على حسب التقسيم الجغرافي؟ طبعا اللي هم بعرفوها هم يعني هم بيوزعوا الطلاب ديل او بيوزعوا الباصات عشان ترحل الطلاب على حسب المنطقة، بتوزيعهم توزيع جغرافي، بيعرفوهم يعني بمسارات معينة حسب وجود المدارس يعني. أستاذ ياسين، لما كانت في البيئة موفرة بشكل جيد يعني بالنسبة للطالب، كل التفاصيل اللي ذكرتها أنت من إجلاس، من كتاب مدرسي، من معلم مدرب يعني، برضو في العالم فيه كثير من الأشياء الجديدة يعني في جوانب التعليم والتقنيات الجديدة، فأنتوا كوزارة يعني أمر التدريب ده مدى الأولوية عندكم مع المزامنة لكل متغير يعني كيف؟ والله ده برضو سؤال يعني أنا أشيد به، أنه المعلمين لازم يواكبوا كل المستحيلات التربوية والتعليمية بالبحث العلمي، بدخول في جوجل، لأنه الواحد يطور ذاته قبل ما ينتظر الوزارة هي تعمل له دورات تدريبية. لكن المعلم يطور ذاته يعني يسعى في الظروف اللي عايشينا، يسعى لأنه يعني تابع المستحيلات الموجودة في العملية التعليم الحديث. نعم، لكن وزارة التدريب في وزارة التربية والتعليم يعني أيضا هي حريصة على أنه يدرب المعلمين على أحدث الطرق إن شاء الله، وأيضا هي عندها برامج تدريبية طيبة إن شاء الله. أستاذ ياسين، في مدارس نموذجية مثلا حكومية نفسها في البيئة المدرسية بتاعتها موفرة كلية يعني، حتى في اجتهاد من قبل أولياء الأمور ومن المعلمين نفسهم يعني، فطرق التعليم اختلفت ودي نقطة مهمة لازم نجيب عندها يعني، فهل في أساليب أضيفت للعملية التعليمية يعني خلاف ممكن توفر لنا كثير جدا من التفاصيل يعني من الكتاب المدرسي والتفاصيل دي يعني
حتى كمان الادوات الدراسيه. فهل ادخلتوا تقنيات جديده؟ بالنسبه للبيئه المدرسيه طبعا السعي جاد لحد الان بانه نحسن البيئه المدرسيه، ويعني بالمشاركه والتعاون مع المجالس التربويه. بالنسبه للمدارس النموذجيه اللي انت يعني ذكرتها عرضا، برضو انا حجيب لكم ان شاء الله مدير المرحله الثانويه عشان نتحدث عن عوده المدارس النموذجيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف. امر مهم جدا صحيح. انا قبل ما تختم معي لقاءك اللي هو نحن يوم 5 من اكتوبر حنحتفل باليوم العالمي للمعلم، والان اداره النشاط والانشطه المدرسيه بالوزاره قد اعدت برنامج طموح وخلوق للاحتفال بهذا اليوم، هيتم من خلاله تكريم بعض المعلمين والمعلمات المبرزين والمتميزين اللي وضعوا بصمه في مجال التعليم وفي مجال الانشطه المدرسيه. وده جانب انساني مهم، لانه دائما بنشوف انه تكريم المعلمين حتى سيرتهم بتخلد بعد وفاتهم، يعني جميل انه يكرم المعلم على قيد الحياه بعطائه المتفاني. قدرين جدا استاذ ياسين ابراهيم الترابي مسؤول اعلام العلاقات العامه بوزاره التربيه والتعليم ولايه الخرطوم، شكرا. ان شاء الله زي ما وعدتنا التقيك في مساحات اوسع بصحبه مختصين في مجالات ثانيه في جانب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.